اليوم ده 14 إبريل سنة 43 قبل الميلاد، انتصر مارك أنتونيو في معركة فورم جالوم على القادة الرومان الذين تآمروا على يوليوس قيصر وقتلوه. وفي نفس اليوم ده سنة 1699 ظهرت ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم النانك شاهي. وفي نفس اليوم ده سنة 1849 استقلت المجر عن النمسا. وفي اليوم ده 14 إبريل سنة 1894 عرض توماس أديسون لأول مرة جهاز الكاينيتوسكوب للصور المتحركة. وفي نفس اليوم ده سنة 1912 غرقت سفينة نقل الركاب تايتانيك في أول رحلة لها بعد 3 ساعات من اصطدامها بجبل جليدي بالمحيط الأطلسي. كمان في اليوم ده سنة 1956 طرحت شركة إمباكس أول شريط وجهاز تسجيل فيديو.